هاك خلاص اسمع يهضر معنا بالقوه. ما خرجش الدوزاني خد يمر ربي سلام كنت لا بلا روحك هاك هيا خلاص خرج خرجوها خلاص خلاص. صحا فطوركم في قالما كما وعدناكم البارح قالما قالما اخترنا اليوم باش نريبو مطعم جاي في ثلاث طرقان في الخرجة تاع قالما. روحوا نشوفوا المطعم وحكايته كيفاه. بخير لاباس بخير واش راك الحاج؟ الحمد لله انت ما لاباس صافا لاباس والله ربي يهنيك حنايا مكتب دراسات. وي متشرفين بك. نعم؟ حنا نديرو جذمة. لا لا هيك الداخل كيما لك حنا رانا كيلو رانا معاها رانا كيلو. اها في صد. شوف لك ما على بالناش هذه طق حمام النبيل. ايه وهذه بوشقوف من نومي. صح هذا هو البوان بوان 17/3. حنا شوفوا اسكو فيريفونك اسكو تلقيس الدار ولا لا. الكوتي اللي مني هذيك ينقصوا لك ماشي كاع الدار ينقصوا لك غير الكوتي هذا. حنا نحيوا لك الكوتي هذاك اللي مني هذاك على بالي بلي رايح. هذه شفتي يولا بيض هذاك الابيض تي يولا بيض مت يولا بيض هذه هك وكلها تلها ايه هذه وكل بعد كاينه ميراجمو انا تندم هنا تخدموا تفسدوا حاجه تخدموا حاجه واش واش نفسدوا هذه خرده هذه هذه خرده روح من هي روح من هي ايه واه واش قاعد دير يا ودك هذاك نحيوه قاع الحاج معليش معليش حاج ما تقلقش برك كراسه انا حنا كراسه حاج ما تدمع دير والو هو تما ما قدرنيش هو فحش من هنا خلي هي على ما قادركش ما دير معاه والو على ما قادركش الحاج محمد خويا سامحني برا لا تحوس فينا لا سامحني يا محمد تحوسنا الحاج برا علي هي على برا ها صافي ما صح كيفاه ولا تسكر لنا في البورطاي قبل هذا انت ما فهمتينيش يا واد ما احترمتناش حنا جينا من الجزائر انت ما احترمتناش رانا خدامين هاك تحت كسر لي دوزان انت ما واش نكسروا لك تتنحيهم تتنحيهم وحدك حنا ما نكسرهمش حنا دوكا داخل كلمة لا لا افتح على روحك لا شوف داخل كلمة يا يا جهان على البيت ها خلينا نخدمه لا داخل كلمة تخلي هذاك زعفتنا هذا لا لا زعفتي حتى انا والله العظيم والله ما تدخل لي داخل او والله ما تدخل لي داخل خلاص حتى انا ازعف صح لا هي الحاجة لا والله ما تدخل لي داخل هاك خلاص اسمع يهضر معنا بالقوة ترى كبير عقل هو لا ما درت الكبير عقل الصغير هاي شوف هروح هروح خرج دوزان ما تمشي تا هروح هروح هنا خرج دوزان هروح تخدمت في هيلت الدرب خرج هروح بنرجع نجيك هروح هنا تاعك ريستورون تاعك تاعك ريستورون تاعك خدامين احنا واش بيك انت اللي تخلع في روحك هكا واش بيك يقولك تعيط وزقي ما خرجش الدوزان يخدم يمرح ربي سلام كنت لا بلا روحك تدخل فيا جايب عندي اسمع عندي عندي لي زيتيت نخدمه من روح انا الحاج عندي لي زيتيت نخدمه ما توشيش ماتريال ما توش والله ما توشي ماتريال اسمع اسمع نقول لك واحد الكلمه برك نقول لك كلمه واحده كسرت الموبيل كسرت الموبيل اسمع نقول لك واحد الكلمه والله كسرت الموبيل اسمع دقيقه نقول لك واحد الكلمه هاو هاو شوف حنا 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 كنا راح نديروا لي زيتيت على اساس هذا الجرب لا دير على روحك كامله دير بعد دير درك والله نديرها كامله والله خلاص يمال خلاص اخويا كبير ما نخرجش ما نخرجش ما نخرجش والله ماني خارجها والله ماني خارجها اسمع اسمع عبد اروح اروح اسمع اروح نهضر معاك اسمع انا نهضر معاك السيارة ما توشيش خدامين اخويا خرج هذيك خرج شوف خرج هذيك ما نخرجهاش اخويا هذه عاية عاية مبارك سيب عيط مبارك هاجي هاجي تسد التليفونات هاجي مبارك يدي دوك يجي مبارك اصبر هاجي تحقر تحقرونا تحقرونا انت شكون مقبل انت وش تكون انت خدام مواطن يا اخويا كون عيط مبارك اخويا هذوك عيط مبارك ويبان لك الشطح كيفاه اي ان شاء الله نشوف ولا حاجه جاك باني في طريق مكان عمومي هنا مكان عمومي هنا مكان عمومي دير علينا انت ريستورون راح ديرها في جهه بلاصه واحده اخرى هنا خدامين احنا احنا خدامين سيب سيب ما ما اس وبراخي خلاص انت واش دخلت انت راك هذه راك كيفاش تدير هذه هذا لا ها عفوا انا نوري له بلو ماشي البلو دير انت واش بيك انت كيفاش تنفجع في روحك واش بيه هذا ما يخرجهاش الطوموبيل دوك يجي مبارك يدبر راسو معاك وانا مبارك هذا المعلم كبير ولي ريب بالك مبارك اي خلي ريب بالك اخويا يا الحاج نحي لك غير الجهه اللي منها يا الجهه اللي منها برك هروحه خرج لنا الطوموبيل حقار ولا حقار اسمع اسمع نقولك حاجه هاي نقولك حاجه نهضر معاك برك
اسمع هذه حقره هذه وتندم عليها. والله ما حكيتك والله. والله حقره وتندم عليها. والله حقره وتندم عليها. والله ما حكيتك. هكذا تتعاملوا مع الناس؟ يعني خالص باش نتراسي. تعطيني تخلصني سوارت ما نتراسيش؟ تعطيني سوارت ما نتراسيش؟ تعطيني سوارت تعطيني سوارت ما نتراسيش؟ تعطيني لاجورني تاعي؟ الشيخ الشيخ تديني الماتريال؟ تديني الماتريال؟ تديني الماتريال؟ تديني الماتريال؟ تجي مبارك والله تولي عنك وتحلل. الو يا واش عاد تقول لهم؟ الو واش عاد تقول؟ هاي هدر شو هدر ترى؟ اكتب في برك واش عاد تقول؟ قول لي واش عاد تقول؟ واش عاد تقول؟ هدر روح واش عاد تقول؟ واش عاد تقول؟ اكتب هاي خلاص هاي هاي خلاص خرج خرجوها خلاص خلاص هبط عبد الرحمن هبط هبط عبد الرحمن خلاص يا إيه قناة النهار كبيرة كاس يا ما تعرف ذاكر وش حكينا كي دخلنا وبدينا نتراسي وحكينا لا فيريتي لا شوف شو حكينا لا انا شفت كي مولد بيت اخرين اي من بعد دخلتوا هنا الداخل ايه دخلتوا الداخل وزدتوا قدوا لي راه قالت سيدي اهريبوك قربي ها ايه وش قعدت تخمم من ترى وش وش جبت تبليت انا ما ديت طحت عليك بلية طحت عليا بلية وش تقول لمشاهدي قناة النهار بمناسبة شهر رمضان المبارك صح نطوركم وسعيدكم كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير ايه وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة الناس قال ما وانتم مثلا يعطيكم الصحة ان شاء الله تكونوا تمتعتوا بالبرامج تاع قناة النهار من قال ما نروحوا نشوفوا شاي يستنى فينا غدوة وين من قال ما من الشرق نروحوا للشمال وين تيبازا عروس الساحل تيبازا نروحوا لتيبازا حنا جينا نخدموا تبقى دير المشاكل عندك وين وانت قلت لي خردة دائما دير لي المشاكل مع الناس كي نروح عند مبارك دير لي دير لي المشاكل مبارك ما تقلقش يا الحاج ما تقلقش يا الحاج يا جان يا جان تيبازا هذه هي ان شاء الله نتلاقاو غدوه والملقى في تيبازا صحه سحوركم